هذا وتستعد المجموعات النفطية اليابانية لوقف وارداتها من النفط الإيراني خوفا من ردة فعل أمريكية في حال واصلت طوكيو تعاملاتها التجارية مع طهران، كما أفادت وسائل إعلام يابانية. تسعى الشركة اليابانية إلى زيادة الكميات التي تستوردها من دول أخرى لكي تتمكن من سد الاحتياجات النفطية، وطالبت الولايات المتحدة من جميع الدول وقف وارداتها من النفط الإيراني بصورة تامة بحلول 4 نوفمبر إن أرادت تفادي العقوبات. وقالت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إن مشتريات دول أوروبا من النفط الإيراني هبطت بنسبة 50% خلال يونيو الماضي خوفا من العقوبات الأمريكية.